إليكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. توسع رقعة الاشتباك في الضفة يربك الاحتلال، والعلم الفلسطيني يوقظ هواجسه. ما خيارات تل أبيب أمام المقاومة المتصاعدة؟ التلوث وتغير المناخ يتصدران مؤتمر ستوكهولم. ماذا تحقق بعد 50 عاما على العمل العالمي البيئي المشترك؟ كونغرس الصحفيين 31 ينعقد في عمان. أي تحديات تعترض السلطة الرابعة في عالم متغير؟ رسائل الضفة، أرض الانتفاضتين تتحرك، جبهات ترتسم رغم اعتداءات الاحتلال وقلقه. من الشمال إلى الجنوب تتكاثر نقاط الاشتباك، هي ليست لحظة غضب أو انفعال بل مسار متصاعد. ثبات في العمليات، وضوح في الأهداف، واتساع في رقعة المواجهة، حيث تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أكثر من 15 عملية إطلاق نار خلال 4 أيام. مأزق يحاول الاحتلال مواجهته بتكثيف اعتداءاته. 4 شهداء خلال 48 ساعة في بيت لحم وجنين والخليل ورام الله. الاحتلال المأزوم ذهب أبعد من ذلك عبر الاعتداء على موكب تشييع الشهيدة غفران وراسنا في مشهد مكرر لمهاجمة موكب الشهيدة شيرين أبو عقلة. ولعل التعبير الأوضح عن عمق مأزق تل أبيب هو معركة الأعلام التي تخوضها ضد أصحاب الأرض. الكيان الخائف من علم صادق نوابه بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها الحكومة الإسرائيلية، فيما يواصل المستوطنون هجماتهم على قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية لإزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، أي دلالات يحملها توسع رقعة الاشتباك بالضفة الغربية؟ وثانيا، ما خيارات الاحتلال الخائف من علم في مواجهة المقاومة المتصاعدة؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد خليل شاهين، الكاتب والمحلل السياسي، وهو معنا من رام الله. سيد خليل، أهلا وسهلا بك معنا. واضح أنه نحن أمام، يعني لسنا أمام محطة غضب أو لحظة غضب عابرة أو ردة فعل أنية، نحن أمام نقاط اشتباك بالمئات، شهداء في كل الضفة بكل ما يعنيه الوضع الحساس بالضفة. كيف نفهم ذلك؟ والمسار تصاعدي طبعا. نعم صحيح، بالتأكيد نحن نشهد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. إسرائيليا فإن الانتقال جرى من سياسة كانت تعتمد محاولة الاستمرار في إدارة الصراع إلى محاولة حسم الصراع في كل الضفة الغربية، وبشكل خاص بالانطلاق من مدينة القدس وبلدتها القديمة وفي داخلها المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه السياسة بالتأكيد كانت بوادرها حاضرة في نهاية عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على إيقاع خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكنها ازدادت مع وجود حكومة يمينية متطرفة يرأسها مستوطن هو نفتالي بنت، الذي كان هو رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ولديه حزب ربما يكون الأصغر في مقاعده من بين أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي، وهو يشعر بقلق شديد ليس فقط على مصير حكومته بل على مصير حزبه ومصيره الشخصي، ويرى أن التصعيد وعلى قاعدة محاولة حسم الصراع هو الذي قد يشكل خشبة خلاص له ويستمر في الحكومة حتى ولو تعرضت هذه الحكومة للاهتزاز من قبيل انسحاب أحد مكوناتها مثل القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس منصور، لأنه سيستمر في هذه الحالة رئيسا للحكومة إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية، ويريد أن يسجل المزيد من المكاسب. لكن على الجهة المقابلة أيضا نحن نشهد تطورا في أشكال المقاومة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، وأنا أعتقد أن هذه الإرهاصات الأولى لهذه المواجهة الفلسطينية الشاملة بدأت ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، لأن هذا العدوان بالصمود الفلسطيني الطويل في ذلك الوقت كان يعتبر يعني من ضمن ما يسمى الحدث المؤسس في الوعي الفلسطيني، أي أن هناك جيل جديد من الشباب الفلسطيني يرى بأن خيار المقاومة الشاملة هو الخيار الأقل كلفة في مقابل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي. وتتطور أشكال من المقاومة منذ ذلك الحين وبشكل خاص منذ العام 2015 وصولا إلى ما نشهده الآن في مختلف أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى أراضي عام 48 وحالة المقاومة التي تراكم من قدراتها في قطاع غزة.
ما نشهده الآن، ما حضرتك ذكرته الآن، هو ما أريد الإضاءة عليه تحديدا. 4 شهداء خلال 48 ساعة، لماذا؟ أود الإضاءة تحديدا مما جرى من بعد يوم 29، هذا طبعا بالإضافة إلى أنه كل شهر أيار كان في عمليات. يعني يوم 29 هو كان يوم مفصلي بالنسبة للإسرائيليين، لأنهم يعتقدون بأنه حققوا انتصار في الصورة، أي في المشهد الذي جرى نقله بمشاركة الآلاف من المتطرفين اليهود برفع الأعلام على في منطقة باب العمود، ومن ثم فيما يسمى الحي الإسلامي، أي الأحياء الفلسطينية في داخل البلدة القديمة، وما يعني رافق ذلك من ترديد يعني هتافات ذات طبع عنصري، وكذلك موقف حكومة كان خاضعا تماما لرغبات وإرادة اليمين الأكثر تطرفا وخاصة تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني الموجود بشكل كثافة في الضفة الغربية بشكل خاص، أي ضمن الحركة الاستيطانية الإسرائيلية. تعتقد إسرائيل بأن هذا الانتصار يمكن المراكمة عليه، وخاصة أن المقاومة اختارت أن ترجئ ردها، أو على الأقل أن تختار طريقة رد مختلفة هذه المرة، من خلال توسيع نطاق المواجهة والاستمرار بربط الجبهات من خلال أشكال أخرى ربما غير إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في هذه المرحلة بالتحديد. ولذلك إسرائيل ترى بأن الوقت بات موات يعني توسيع نطاق المواجهة التي تتركز على عنوان واحد في هذه المرحلة، وهو حسم الهوية، يعني هوية الأرض وهوية الشعب على هذه الأرض. رفع الأعلام في المقابل يعني رفع الأعلام الفلسطينية. نحن شهدنا في 29 يعني هذا ما هذه المشاركة الكثيفة برفع أعلام دولة الاحتلال، لكن نشهد يوميا وفي كل مكان رفع أعلام الفلسطينية، أي أن الفلسطينيين أيضا وسعوا نطاق المواجهة في إطار تثبيت هوية هذه الأرض باعتبارها أرض عربية فلسطينية إسلامية مسيحية، وأن شعبها عربي فلسطيني أيضا وأنه صاحب هذه الأرض. الإسرائيليون يكادوا يصابوا بالجنون، لأن المشهد منذ ذلك الوقت وحتى الآن يتنامى في كل مكان، نحن نشهد الأعلام الفلسطينية في كل مكان، بما في ذلك في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وهو الذي دفع إلى إقرار قانون تجريم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تمول من قبل الحكومة الإسرائيلية وبشكل خاص في داخل الجامعات، بعد مشهد رفع العلامة الفلسطينية في جامعة بن غوريون في النقب وفي أماكن أخرى أيضا. ربما سأتحدث معك عن موضوع الإعلام بشكل أكثر والقانون اللي صدر، لكن برأيك سواء هذه العمليات منظمة أم غير منظمة، بالحالتين ماذا سيبنى عليها للمرحلة المقبلة تحديدا أنها عمليات بالضفة، وما المطلوب إن كان على صعيد الفصائل أم حتى على صعيد السلطة الفلسطينية؟ يعني هناك تعدد في أشكال النضال. إذا كان المقصود العمليات التي ينفذها الفلسطينيون والتي اختار البعض أن يسميها عمليات فردية، يعني أنا أعتقد أننا أمام حالة جديدة. ذكرت أن هذه الحالة بدأت بشكل خاص منذ العام 2015، كان يمكن يعني في ذلك الوقت أن تسمى عمليات فردية، ولكنها في واقع الحال اتسعت أكثر من ذلك، ولذلك أنا أميل لتسميتها بعمليات ذاتية التخطيط والتنفيذ. هذا الأمر كان ملحوظا خلال الفترة الماضية، بل وملحوظا أكثر بالاستنتاجات والمعطيات التي تطرحها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عندما تعلن في كل عام بأنها أحبطت في العام الذي سبق نحو 2000 محاولة تنفيذ عملية، ليس تنفيذ عملية بل محاولة تنفيذ عملية. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني أن أشكال المقاومة بما في ذلك الطعن وعمليات الدهس وبعض حالات إطلاق النار تحولت إلى نسق في الثقافة الفلسطينية من أجل مقاومة الاحتلال بما تيسر من موارد. هذا النسق من العمليات يستفيد ليس فقط من مخزون الذاكرة الفلسطينية باستخدام السكاكين منذ عهد الانتداب البريطاني وحتى الآن مرورا بالانتفاضتين الأولى والثانية، بل أيضا يستفيد من التجارب، أي أنه يتعلم شيئا فشيئا من بعض العمليات ويحاول أن يتماهى معها، وخصوصا العمليات المؤلمة للاحتلال وللمستوطنين، أي التي توقع خسائر في صفوف المحتلين والمستوطنين. المطلوب هو تعميم هذه الحالة وتنظيمها. أنت تحدثت عن عنصر التنظيم، وأنا أعتقد أننا بدأنا نشهد مزيدا من التنظيم. في العادة عندما تتسع نطاق المواجهة الشعبية وتتعدد الأشكال المستخدمة في داخلها، تميل الناس حتى بطبيعتها إلى تنظيم نفسها. هذا شهدناه في الانتفاضة الأولى، أي أنه ليس ابتكارا جديدا بالنسبة للفلسطينيين. في الانتفاضة الأولى جرى تشكيل لجان حراسة، لجان ضاربة، وحتى لجان تعليم شعبي في كل المناطق الفلسطينية، أي في المدن وفي المخيمات وفي داخل القرى. نحن نشهد الآن يعني محاولات لتنظيم النفس، إلى جانب وجود قرار على الأقل لدى الفصائل الفلسطينية، وإن لم يكن قرار رسمي. أنا حتى تحدثنا عن قرار وطني
الوطنية لدى الفصائل الفلسطينية بتطوير وتوسيع هذه الحالة الشعبية لتصل إلى مستوى انتفاضة شاملة، قد لا تكون بالضرورة على شكل الانتفاضة الأولى ولا حتى على شكل الانتفاضة الثانية، ربما تأخذ أشكال جديدة نشهد بواكيرها الآن في المواجهات المستمرة من منطقة جنين وصولا إلى جنوب الضفة الغربية في الخليج. ابقى معنا سيد خليل شاهين. تصاعدت العمليات في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، وشهد شهر أيار مايو المنصرم عشرات العمليات التي تنوعت بين أطلاق النار والقنابل الحارقة والطعن والمواجهات المباشرة، وتوزعت خطوط المواجهة على معظم مساحة الضفة. وعلى سبيل المثال للحصر سجلت نحو 190 نقطة مواجهة في مختلف أنحاء الضفة في 29 من الشهر الماضي، أي يوم مسيرة الإعلام الإسرائيلية. طوال الشهر الماضي لم تهدأ القدس المحتلة وأحياؤها وجوارها، حيث شهدت اشتباكات شبه مستمرة ولا سيما في المدينة القديمة والعيزرية والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينة وشعفاط والشيخ جراح وأبو ديس وغيرها. جنين التي لطالما أرقت الاحتلال حافظت على نسق مواجهة مرتفع، ولا سيما مع الفشل المتكرر لاقتحامات مخيمها الشهير، فيما كانت قرى المحافظة كيعبد وعرابة وغيرها على موعد مع تصديات مستمرة للاعتداءات الإسرائيلية. نموذج جنين توسع إلى نابلس ولا سيما في شارع الشهداء ومخيم بلاطة وحوارة التي شهدت أكثر من اشتباك وإطلاق نار. مشهد متكرر في رام الله والبيري وتحديدا في قرى غرب المحافظة كالنبي صالح ونعلين وغيرها. أما بيت لحم وجوارها فكانت نقطة اشتباك مشتعلة ولا سيما في قرى حسان والخضر حيث ارتقى شهداء. ثم انتقلت المقاومة إلى يطا جنوب الخليل والعروب وبيت أمر شمالها، ثم إلى قلب المدينة قبل أن تعود في الأيام الأخيرة الماضية إلى جنين وبيت لحم، ولا سيما في قرى بيت جالة ومخيم عايدة وتقوع ومخيم الدهيشة. كما كان لافتا انتقال العمليات إلى شرق قلقيلية، حيث تصدى الفلسطينيون لمستوطنين حاولوا إزالة الأعلام الفلسطينية في قرى الفندق، عزون وعزبة الطبيب. أعود إليك سيد خليل شاهين. اليوم يعني أن يجتمع الكنيست من أجل إقرار قانون لعدم رفع علم، كيف يفهم هذا الموضوع أو هذا القرار من كيان مدجج بالسلاح؟ الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشى بما جرى في 29 من الشهر الفائت بمسيرة الإعلام يبدو مصدوما بأن الأمر ارتد عليه، أي أن الفلسطينيين قبلوا هذا التحدي في الصراع حول هوية الأرض والشعب، وأنهم يقومون بشكل واسع برفع العلم الفلسطيني. هذه معركة ليست فقط عملية فنية أن يرفع العلم الفلسطيني أو العلم الإسرائيلي، هذه تبدو جوهر الصراع الدائر على هذه الأرض منذ يعني بروز المشروع الاستعماري الصهيوني الاستيطاني، مستمرة وتتصاعد. الصورة التي تنقل يوميا وليس في 29 شهر فقط، يوميا هي الصور التي تعكس أن هذه الأرض ليست إسرائيلية، وأن ما تسميه إسرائيل معركة السيادة باتت يعني معركة غير مضمونة النتائج، ليس فقط في داخل مدينة القدس بل في الأماكن التي اعتقد الإسرائيليون بأنهم حسموها منذ العام 1948، أي في الأراضي المحتلة منذ النكبة في العام 48. أنا أتحدث عن لد وحيفا والناصرة وغيرها من مناطق وداخل النقب. ترجمات ذلك العملية هي الأكثر أهمية، وهي ترجمات الصراع الدائر على الأرض في تجسيد الهوية، صراع الهوية من خلال ما نسميه نحن محاولة فرض السيادة الشعبية الفلسطينية في مواجهة السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية وخصوصا في داخل مدينة القدس. سيد خليل، اليوم الحديث عن احتمال أن يكون هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى الرياض والحديث عن تطبيع قريب بين السعودية وإسرائيل، الدول المطبعة طبعا السعودية والإمارات وغيرها كانت تقول أن هذا التطبيع هو من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، أين مصلحته اليوم مع سفك هذه الدماء وهذه وكل ما يجري يعني في فلسطين المحتلة؟
أن هناك دول حسمت خيارها بالاستمرار بالتعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل وتعميق يعني العلاقات الاستراتيجية مع هذا الاحتلال. هذا الأمر بتقديري بات محسوما، والحديث عنه يعني لا يأتي إلا من قبيل الاستفادة من التجربة، أي أن نعرف كيف يمكن أن نوظف القدرات والطاقات على المستوى الفلسطيني ومن ثم بالعمق العربي من أجل مواصلة الصراع، ونقوم بحسبة فيها زائد وفيها ناقص. الناقص هو من يخرج من إطار دائرة هذا الصراع، والتعويض هو من خلال الزائد، أي من يدخل إلى نطاق هذه المواجهة من أحزاب ومن قوى يعني جديدة، وخاصة فئات شعبية رافضة لعمليات التطبيع. التطبيع لا يأتي إلا بمزيد من العنجهية الإسرائيلية، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، بل محاولة يعني إظهار العنترة في مناطق أخرى في هذه المنطقة، وخصوصا في الاعتداءات المتكررة في داخل سوريا، وبالتلويح بين فينة وأخرى بإمكانية توسيع نطاق هذه الاعتداءات لتشمل لبنان وليس فقط الفلسطينيين وقطاع غزة. والمثال الأخير فيما يتعلق به ما يسمى يعني مناورة عربات النار بالتعاون مع كل ذلك، يشير إلى أن إسرائيل تحاول أن توجه الرسائل بأنها قوية، في المقابل فإن كل محور المقاومة ورفض التطبيع يوجه رسائل يعني بالدم بأنه جاهز للمواجهة وأنه مستعد لتوسيعها أيضا. شكرا لك سيد خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. مشهد اليوم من السويد مع انعقاد مؤتمر ستوكهولم زائد 50 بعد مرور نصف قرن على احتضانها مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة، والذي أطلق العمل العالمي المشترك على هذا الصعيد. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على الجهود العالمية لمعالجة أزمات المناخ والبيئة والتلوث، وتقييم مسيرة 5 عقود من العمل في هذا الاتجاه، فضلا عن تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد الجائحة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. في عالم متغير يلعب فيه الإعلام أدوارا متعددة، ينعقد المؤتمر الدولي 31 للاتحاد الدولي للصحفيين المعروف باسم الكونغرس في سلطنة عمان، أي تحديات تواجه السلطة الرابعة في ظل الأزمات الدولية، وأي دور أدته الصحافة في زمن الجائحة، وما أهمية مثل هذه المؤتمرات وماذا يبنى عليها. هذه الأسئلة وغيرها نسألها لضيفتنا نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جوليانا لينيز التي تنضم إلينا من مسقط. أهلا وسهلا بك معنا، لكن قبل الحوار نتعرف أكثر على كونغرس الصحفيين ونعود. أرحب بكم جميعا في هذا المحفل الدولي، المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين الكونغرس 31، حيث تجتمع هذه الكوكبة من الصحفيين والإعلاميين من شتى دول العالم من أجل إعلاء حرية الكلمة وتأكيد مسؤولية الصحفي والإعلامي اتجاه ما يدور حوله من أحداث. نجتمع اليوم وما زال الصحفيون في كل المواقع حول العالم يتعرضون للخطر. نقف الآن دقيقة صمت حدادا على رحيل الصحفية شيرين أبو عاقل. سيدة زوليانا أهلا وسهلا بك معنا، يعني اليوم في ظل أزمات دولية اقتصادية واجتماعية وإنسانية وساحات مشتعلة، ما أهمية هذا الكونغرس وماذا يبنى عليه؟ مثل ما شايفين بمسقط عمان temas que son centrales hoy para la corrupción, el tema de la impunidad,
عم نحكي عن كل الشيء عم بتصير بعمان بهالكونغرس بهالمؤتمر الصحفي اللي عم بتفرج كمان بفلسطين اللي عم بيصير بأوكرانيا بعراق اللي عم بتعرضوا إلى هجوم لا ممكن نخلص منه بهالمؤتمر الصحفي كمان عم نحكي عن كيف الدول عم تتهجم على الصحفيين وكيف هالشغلة أثرت على الصحفيين وشغلهم ودولهم من صحيا وكيف أمريكا اللاتينية عم تتأثر وكيف البانديميك اللي صارت الكورونا أثرت على صحتهم واللي توفوا وما حدا تأثر فيهم واشتغل عليهم. طيب سيدة جوليانا ليناز، اليوم في شيء واضح بعالم الإعلام وأصبح يعني في نافر جدا، هو عملية التعتيم على الكثير من الملفات مقابل إظهار ومجاهرة ببعض الملفات الأخرى. اليوم هذا الكونغرس أيضا أين دوره في مواجهة عمليات التعتيم على بعض القضايا؟ Bueno, aquí vemos representación de más de 600,000 periodistas en el mundo. La Federación Internacional de Periodistas. هون عم نشوف أكثر من 600,000 صحافة عم بيشتغلوا أكثر من 60 دولة. أكثر شيء بأفغانستان كيف ساعدوا النسوان الصحفيين. مثل باليونايتد نيشنز كيف عم بيساعدوا الصحفيين كرمال يوصلوا الخبر مزبوط مش بالقلب. Crímenes contra nuestros colegas que son asesinados por ser periodistas y que en el caso de las mujeres periodistas son asesinadas por ser periodistas pero también por ser mujeres. Aquí hemos hablado de los periodistas que están encarcelados por hacer su trabajo. صحفيين اللي تعتقلون كرمال عم بيعملوا شغلهم. Y esta es una situación que no puede continuar. Nosotros demandamos que tanto los gobiernos de manera efectiva garanticen la seguridad de periodistas porque no es solo la defensa de nuestro colectivo, es la defensa de la ciudadanía. وهن عايزين حدا يكون ديفنس وراهم plenamente. Hemos demandado. شكرا لك سيدة جوليانا ليناز نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، كنت معنا من سلطنة عمان. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.